موسم درامي عربي ضخم وحافل كان فيه لنجمة سوريا البطولة، بحيث بدأ الموسم باكرا بداية من رمضان لتتوالى قبله أو بعده أعمال المنصات، وكانت الصدارة فيه لأسماء سورية بالحصة الأكبر. وهون نستعرض مشوار أفضل 5 نجمات سوريات بعام 2022 حتى الآن. بالبداية مع سلافة معمار اللي استطاعت بقدراتها التمثيلية العالية إنه تقدم دور مركب صعب بمسلسل على الحد اللي عرض على بعض المنصات، وهو عمل مشترك سوري لبناني من 12 حلقة، بحيث لعبت دور البطولة بشخصية ليلى بالمسلسل، وإن كانت تظهر كبطلة فإنها صيدلانية مريضة نفسية بتحاول مساعدة النساء اللواتي بيتعرضوا للعنف أو الأذية من الرجال، وبتكون هاي المساعدة عن طريق القتل. فما بترتاح الصيدلانية من حالة التوتر والغضب اللي بترافقها إلا لما تقتل الرجال المؤذين للنساء، فبيزول توترها وبتسترخي. دورة لم يسلم من الانتقادات، بحيث ظهرت معمار بمشهد بترتدي فيه روب الاستحمام مع الممثل اللبناني رودريك سليمان وبتجلس بأحضانه، وبلقطات أخرى ظهر رودريك وهو يقبل سلافة من رقبتها بمشهد حميمي صريح. المشهد رأى البعض جريء وأثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي. سلافة تصدرت الترند من خلال مشاركة أخرى لها بمسلسل بيروت 303 بشخصية تاج، واللي وصفتها بأنها امرأة رقيقة لكنها قوية بتمر بأزمة قاسية على خلفية مشاكلها العائلية، وبتكون بذروة أزمتها وسط تراكمات وحرمان بعلاقتها بزوجها عزيز اللي جسد دوره الفنان عابد فهد، كما تضاف إليها أزمة اختفاء ابنها. كراس بشار كان لها حضورها الخاص بالدراما هاي السنة، فظهرت بشخصية عبلة بمسلسل كسر عظم وهي امرأة مناضلة، ورغم انها بتتمتع برقي ومفعمة باللطف والأنوثة الا انها بتخوض صراعات كبيرة مع بطل العمل الفنان فايز قزق اللي جسد شخصية الحكم، واللي تصدر مشهد مواجهتها له الترند بوقتها. نشاط كراس لم يقتصر على كسر عظم، فعم نشوفها هلا بالمسلسل المعرب ستيلتو اللي صور بتركيا، وعن دورها قالت بحفل اطلاق المسلسل بدبي: هاي المره الاولى اللي بتسنح لي الفرصه كي اقدم دور يتحدث عن تجربه مجموعه من النساء بمقتبل العمر كانوا رفقه بمرحله الدراسه الى ان تجد حدث مفصلي غير من مجرى الامور، ضمن خطوط دراميه تشهد سلسله احداث ذات طابع بوليسي غامض. إلا أنه هو مع وصول المسلسل للحلقة 20 كثرة الأصداء حوله، فشاف البعض أنه هذا العمل ما بيصلح لمسيرة كاريس بشار وغير ملائم لها. بهيك منوصل لشمس الموسم اللي لعبت دورة نادين تحسين بيك بمسلسل كسر عظم، فشخصيتها اللي حبها الجمهور وصاحبتها ضحكة خفيفة أعادت لذاكرة الجمهور شخصيتها بأشواك ناعمة، وعلى الرغم من خفة ظل شمس إلا أنه كان في وراها قصة مؤلمة بعد أن أقامت علاقة مع عشيقها بالسابق، وبيكون الشاب قد كان صور المشهد بكاميرا مخفية بغرفة النوم وقام ببيعه لموقع أفلام غير أخلاقية. بحين لفتت النجمة السورية سلافة وخرج الأنظار من خلال طريقة أدائها بمسلسل مع وقف التنفيذ للكاتبين علي وجيه ويامن الحجلي وإخراج سيف سباعي بشخصية جنان العالم، وهي المرأة المستعدة بأنه تفعل كل شيء ممكن تعمله لحتى تحصل على المال، وبالمقابل تعيش لحظات عاطفية صعبة مع زوجها فايز قزق ووالدها زهير عبد الكريم، فهي تائهة بين حب المال والنفوذ من جهة، وبين حياة طبيعية بتتكئ فيها على العائلة والحياة الطبيعية. ولقى المتابعون بأنه سلاف تستند على موهبة ما يمكن لأي أحد أنه يناقش بوجودها وقيمتها. يذكر أنه من فترة حضرت سلاف بأداء بارع بمسلسل عنبر 6،
فجذبت الانتباه لقوة حضورها وطريقتها المختلفة بالأداء والقدرة على التعاطي مع الشخصية بطريقة مميزة تستند لمبدأ السهل الممتنع، فبصمت بطريقتها الخاصة بعالم الدراما المشتركة رغم شدة المنافسة فيها. يشار أيضاً إلى أن سلافة وخرجي حضرت مؤخراً كمخرجين متعاونة مع طليقها الفنان وائل رمضان بفيلم كازي روز، وهو من إخراج وائل وبطولته بالمشاركة مع مجموعة من النجوم. بالختام، الفنانة حالة رجب برعت بمسلسل مع وقف التنفيذ بشخصية أوصاف أو فافا، وهي الابنة المطيعة لفوزان اللي لعب دوره عباس النوري. تعرف شر والدها جيد، ولكن بتمسك بإيده بتساعده بما أوتيت به من قوة، بتقرأ أفكاره بتترجمها للواقع، غير آبها لا بالسمعة ولا حتى بمشاعرها. حالة رجب خلقت حالة استثنائية بين المشاهدين ولفتت الأنظار بأداء الرائع للدور، بحيث أثنى المتابعون على موهبتها الكبيرة بتقمص الشخصيات بشكل مقنع. فشاف البعض أنه مع وقف التنفيذ جعلها بمصاف النجمات بعد رحلة فنية وصلت ل11 سنة بعالم التمثيل، وضعت الممثلة نفسها بالطريق الصحيح.